والدماس لصالح المنتخب المغربي. مرد محجوب ونزار قنصير والمنزارتي عماد المزوري تمشي لمجيد، مجيد يوزع ترجع عن طريق دفاع من تحت طريق علي بن ناجي، ومن جديد علي بن ناجي امام صمادي، وتوزيعة المسباحي لليمين مجيد، وباهية من سمير سلمي تجيب تماس لصالح المنتخب المغربي. تماس لصالح المنتخب المغربي. مشي يرجع كرة اللعب لابرامي. ابرامي اتجاه مجيد، وثم ركنية لانه سمير سليمي هو اللي خرج كرة. ركنية لصالح المنتخب المغربي. الجمهور المغربي في الكل لهنا يدور للداودي لاعب الوداد الموجود في المنصة. ترجع من علي بن ناجي بالراس تمشي للمسباحي، اذا يقع افتكاك الكرة هجوم عكس صالح المنتخب الوطني التونسي، لا لا يرجع من جديد هجوم عكس صالح المنتخب المغربي، هجوم سريع لصالح المنتخب المغربي وستة امتار تضيع فرصة الان تضيع الحبابي رقم 11 امامكم، فرصة واضحة إذا كان تم افتكاك الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي كانت تجي اختيارها لصالح المنتخب الوطني التونسي ورجعت لصالح المنتخب المغربي. حكم يطلب إعادة تنفيذ 6 أمتار لصالح المنتخب الوطني التونسي. وشكري الوعر، شكري الوعر اللي ذكركم تصدى إلى كرة ممتازة للشوش في الشوط الأول في بداية المباراة، في حين سجلنا كذلك تصدي الحارس العزمي في مناسبتين او ثلاثه مناسبات الشوط الاول مخالفه اخرى ل فايت الشوش والمنتخب المغربي. عشرين دقيقه لعب الشوط الثاني الان، والنتيجه دائما التعادل بدون اهداف بين المنتخبين. مسباحي سمير سليمي محجوب وتتعدى الكرة إلى زياد المساني، زياد المساني ثم الإمام من الجهة اليمين يوزع له الكرة للإمام، ومخالفة ضد الإمام، مخالفة لفئة الحضريوي. علي بن ناجي الإمام، الإمام يتوغل، الإمام يوزع كرة والدفاع، الدفاع المغربي توغل جمال الدين الإمام وتوزيع الكرة. لليمين لابرامي. ومخالفة، مخالفة ضد عماد المزوري. عماد المزوري لم يرد باله لانه عنده الانذار، تحصل على الانذار في الشوط الاول. وهذا التدخل بتاع المزوري. عبرامي وتماس لصالح المنتخب الوطني المغربي. ابرامي رجع كرة اللعب ترجع له لابرامي مباشرة في دين شكري الوعر. في ال 25 دقيقة المتبقية مطالب من المنتخب الوطني التونسي انه يسجل، انه وقت ممتاز جدا بالنسبة لتسجيل المنتخب الوطني التونسي. سامي النصري لليمين جمال الدين الإمام، يرجع سامي النصري، سامي النصري فوزي الرويسي، سامي النصري فوزي الرويسي،
فوزي الرويسي يحاول باش يتعدى، ما ثماش مخالفة وتتعدى المحجوبي، لا وجود المخالفة، لا وجود مخالفة، كل حكم وكرة طويلة شويرة ثم الميزوري باهية من الميزوري اللي صار سمير سليمي، سمير سليمي توصل لليمين، علي بن ناجي خلي كرة لجمال الدين الإمام، جمال الدين الإمام يوزع مباشرة للحارس العزمي، اللاعبين المنتخب الوطني التونسي هم يتحكموا في الكرة الآن ويحاولوا أنهم يخلقوا فرص التسجيل لأنه بإمكانهم ذلك. ثم عمال الوقت يمر، عمال الارتباكي يكبر بالنسبة للاعبين المنتخب الوطني المغربي وكذلك الجمهور اللي قلت لكم المردود نتاعو ثم جمال الدين الإمام ياخذ الكرة، جمال الدين علي بن ناجي يمشي على تنفيذ المخالفة، علي بن ناجي في التنفيذ ثم المحجوبي على اليسار تتنفذ وتجيب تماس لصالح المنتخب الوطني التونسي ليشري ما عادش يقدم في المخالفات لان العقبي خرج وخلى مكانه الميزوري سمير سليمي ثم المحجوبي يطلب الكره ثم فوزي الرويسي سمير سليمي فوزي الرويسي خالد بن يحيى وتماس لصالح المنتخب المغربي السكوت مخيم على الملعب هنا على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ومخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي سمير سليمي في التنفيذ الجمهور المغربي مثل الجمهور التونسي كان تابع لقاء الجزائر وغانا تاع يوم الجمعة علي بن ناجي تضرب في الإمام وهجوم معاكس صالح المنتخب المغربي عملية 1-2 شوش تصويب شوش بعيدة ياسر بعيدة ياسر على مرمى شكري الوعر سيدادي خرج له كرة وتصويب شوش بعيدة خمسة وعشرين دقيقة لعب تمر من الشوط الثاني حكم السيد لسلي متران يطلب اخراجه من الملعب باش ما يقعش تضيع الوقت يتم فعلا اخراج اللاعب الابرامي وهي الإعادة مشكور الأخ المخرج فوزي الرويسي ثم عماد الميزوري ثم العقبي اليمين الهيشري العقبي خرج والهيشري في اتجاه جمال الدين الإمام الإمام توزيع تاع الإمام توصل لزياد التلمساني حبي مر الكرة لسامي النصري ثم خالد بن يحيى وشوش شوش هو اللي اخذ الكرة بالراس وحبابي لليسار لليسار في اتجاه صمادي 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 هو الهيشري وكرة الهيشري ثم مخالفة زياد التلمساني زفرها الحكم طاهر هو اللي يحمل رقم 4 لاعب الكوكب كوكب مراكش 23 سنة الحكم اسكتلندي الجمهور بعض الجماهير الحاضرة في اللقاء هذا طاهر يوزع الهيشري وخالد بن يحيى ومن جديد الهيشري وتخرج الكرة إلى خالد بن يحيى سمير
سامي النصري، سامي النصري ضيع عليه الكرة وتويلة في اتجاه شكري الوعر. علي بن ناجي فوزي الرويسي، سامي النصري فوزي الرويسي، وتتفق يرجع هجوم معاكس لصالح المنتخب المغربي. شاوش شاوش مجيد للطاهر، طاهر الى خالد بن يحيى، خالد بن يحيى في اتجاه زياد تلمساني، زياد تلمساني وسامي النصري، والهشري يخلي الكره تمشي لشكري الواعر. شكري الواعر ثم مخالفه قول الحكم، هو التغيير اللاعب رقم 16 حميدوش، حميدوش ياخذ مكان شاوش، والجمهور هنا ايضا ما يرضاش بالتغيير هذا، ما يرضاش بالتغيير هذا. شاوش هو اللاعب المحترف الوحيد لاعب فريق ماتس الفرنسي امامكم رقم 9 26 سنه. شاوش خلي مكانه الحميدوش، حميدوش رقم 16 لاعب الكوكب والجمهور المغربي، الجمهور البيضاوي بالتحديد، يصفق على شاوش ويرد الفعل ضد المدرب الوزاني سامي النصري. 30 دقيقة لعب، دخلنا في ربع ساعة الأخير، وبنك الاحتياطيين التونسيين واضح المنتخب الوطني التونسي إذا حب يترشح مطالب بتسجيل هدف، والانتصار بالطبع. هل بإمكانه ذلك في ربع ساعة الأخير؟ حسب ما شاهدناه خصوصا في الشوط الثاني بكل صراحة بإمكانه ذلك. في اتجاه زياد تلمساني ونايبت يخرج كرة، في حين بالطبع تقولوا كذلك بإمكان المنتخب المغربي أنه يكمل ربع ساعة بنتيجة التعادل، حتى هذا ممكن، وانطلاق هجوم لصالح المنتخب المغربي عن طريق حبيبي، تمشي في اتجاه زياد تلمساني لكن الكرة تخرج ثم تسلل قبل خروج الكرة. تقول المنتخب الوطني التونسي مطالب بالتسجيل، طبعا صعب ماهيش حاجة سهلة التسجيل في الربع ساعة الأخير، لكن إذا يتم يكون أحسن سيناريو ممكن في مباراة مثل هذه. الهشري والتماس لصالح المنتخب المغربي، مع تذكير كذلك بأن أغلب المباريات بين المنتخبين التونسي والمغربي دائما بنتيجة التعادل سواء في تونس أو في المغرب. يمشي الحدريوي خالد بن يحيى، من جديد خالد بن يحيى في اتجاه زياد تمساني ثم مخالفة لفهدته، مخالفة لفهدت المنتخب الوطني التونسي في التنفيذ المخالفة خالد بن يحيى. ترجع من الدفاع وانطلاق الهجوم الان عن طريق حبابي من سامي النصري، سمير سليمي حاليا، سامي النصري، عماد المزوري والتوزيع متاعه الابرامي، سمير سليمي في اتجاه فوسي الرويسي ثم مخالفه وتماس، تماس من سمير سليمي إلى سامي النصري، خالد بن يحيى،
سمير نصري، سمير سليمي، خالد بن يحيى، فوزي الرويسي، سمير نصري، سمير سليمي، يوزع سمير سليمي، تتعدى من الدفاع وتويلة من مسباحي، ترجع من الدفاع ثم سمير نصري يلتقط الكرة هذه والصمادي خرجها تماس. عشر دقائق توصلنا على نهاية المباراة والنتيجة دائما التعادل بدون أهداف بين المنتخبين، وطبعا النتيجة هذه تخدم صالح المنتخب المغربي اللي بإمكانه بنتيجة التعادل يترشح للدور الثاني تصفيات كأس العالم. تتعدى من سامي النصري به إلى خالد بن يحيى، خالد بن يحيى تجاه الهيشري زياد تلمساني تتعدى الكرة والأبرامي تويلة، فما عماد الميزوري، عماد الميزوري، سامي النصري، سامي النصري يرجع بكرة الثانية إلى عماد الميزوري، تويلة من عماد الميزوري في التماس، في حين كان بالإمكان الخروج بالكرة هذه بطريقة أفضل وأحسن. الأبرامي هو اللي يرجع كرة اللعب، عماد الميزوري اتجاه زياد تلمساني ترجع الكرة إلى سامي النصري. المنتخب الوطني التونسي هو اللي متحكم الآن في المباراة وفي الميدان، عملية واحدة اثنين وتتفك الكرة عن طريق حبابي، حبيبي المجيد ومعاه عماد الميزوري، عماد الميزوري باهية منه والحكم يواصل اللعب، المخالفة يقول تتنفذ، تتنفذ تمشي الهيشري، هيشري، هيشري، فوزي الرويسي، وتماس لصالح المنتخب المغربي. الصمت والسكوت مخيم على مركب محمد الخامس بدار البيضاء، وقت صعب جدا وحرج جدا بالنسبة للمنتخبين. اتجاه زياد تلمساني لليمين، اتجاه علي بن ناجي طويلة معه المدافع، معه المدافع الحذريوي، وعلي بن ناجي يخرج الكرة لصالح المنتخب المغربي، يتعدى الهيشي ياخذ خالد بن يحيى، سامي النصري، سامي النصري الى الامام، الامام في اتجاه فوزي الرويسي، فوزي الرويسي من داخل المرمى 18 متر، فوزي الرويسي ويخرج له كره ركنيه، ابرامي يخرجها في الركنيه، فرصه اخرى لصالح المنتخب الوطني التونسي. قلت ان العمليه ولات على الاعصاب تقريب 6 دقائق او 7 دقائق لنهايه الوقت القانوني أيوة المباراة، وركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي. فوزي الرويسي في التنفيذ، فوزي الرويسي في التنفيذ، العزمي ياخذ على مارتينو ثم مخالفة لفايتو، العزمي الحارس، العزمي حارس الرجاء البيضاوي، ست دقائق على نهاية المباراة، وأذكر بأن النتيجة تخدم لصالح المنتخب المغربي لكسب ورقة الترشح للدور الثاني. كرة في اتجاه الحدريوي، الهيشري، الإمام، وتمثل صالح المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي اللي خسر نقطة في تونس في مباراة المغرب وتونس مباراة الذهاب، وخسر كذلك نقطة في مباراة تونس وأثيوبيا في أديس أبيبا. سامي النصري خسران له النقطتين هذا، هما خليه مجبور أنه ينتصر في اللقاء هذا أمام المنتخب المغربي في المغرب بالذات. وسمير سلمي، سامي النصري، سامي النصري، وتماس اخر لصالح المنتخب الوطني التونسي. المنتخب المغربي كله في الدفاع، ثم لاعب واحد سامي النصري يوزع في اتجاه
في اتجاه زياد التمساني فما مخالفه ضده. زياد التمساني زفر على الحكم السكوتلندي السيد لاسلي مودران. طبعا الجمهور المغربي الان يحس بنهايه المباراه واصبح يساند الان في المنتخب المغربي وتماسي فئه الحدريوي. حدريوي طويله لصمادي، صمادي يقود هذا الهجوم المعاكس، صمادي امامه الهيشري يرجع بالكره وياخذ الكره الهيشري. خالد بن يحيى، سامي النصري مباشرة للمدافع الحذريوي، والهجوم يرجع من جديد للمنتخب المغربي. ثم تسلل توزيعة حميدوش للفدادي لم تكن موفقة لأن الفدادي كان موجود في موقع التسلل. شوفوا في الجمهور كيفاش يقف الآن، ينتظر بالطبع في نهاية المباراة تقريبا ثلاث دقائق على أقصى تقدير في اتجاه زياد التمساني في دين الحارس والمدافع، يخرج كرة الركنية، ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي. ارتباك، تخوف من الكرات مثل هذه بالطبع. فوزي الرويسي بالتنفيذ، تتنفذ الركنية وتمر بشكل غريب امام المدافعين، وعلي بن ناجي كان في وسطهم، حتى واحد منهم ما كان ينتظر في الكره باش تمر بالشكل هذاك. وتبقى النتيجه على حالها. تشوفوا في البنك الاحتياط كيش يطلب من اللاعبين المغاربه باش يلعبوا في برد الدم، باش يتحكموا في اعصابهم للتحكم في الوقت. طبعا مباريات تونس والمغرب مباريات بمثابة مباريات أجوار. خالد بن يحيى الإمام، خالد بن يحيى الإمام، الإمام المحجوبي، خالد بن يحيى اليسار إلى سمير السليمي، سمير السليمي يوزع باتجاه زياد التمساني وخروج الحارس العزمي بتألق ممتاز لحارس العزمي. يتحكم في كورته كما يجب. هجوم خطير لصالح المنتخب المغربي، طويله في اتجاه مجيد ثم شكري الوعر. شكري الوعر بيده طويله في اتجاه فوزي الرويسي والامام وزياد التمساني. زياد التمساني اللحظات الاخيره من المباراه. وخالد بن يحيى، خالد بن يحيى زياد التمساني ما يتحكمش في الكرة ومخالفة ضد خالد بن يحيى. قلت مباريات تونس والمغرب مباريات أجوار، مباراة معروفين في التاريخ دائما، مباريات كبيرة والنتائج الحاسة بين المنتخبين على مستوى التاريخ معروفة. تقريبا أغلب المباريات بنتيجة التعادل. سامي النصري، سامي النصري حافظ على الكرة بتاعه لليمين اتجاه فوزي الرويسي، فوزي الرويسي اتجاه الإمام والمدافع المسبح يخلي الكرة تمر 6 أمتار، 6 أمتار لصالح المنتخب المغربي. الحكم الاسكتلندي لاسلي موتران يطلب باللاعبين المغاربه انهم يرجعوا بالكره يلعبوا بسرعه باعتبار انه يعتبر الوقت ضاع. كل الجمهور يقف هنا في مركز الدار البيضاء. الهيشري، خالد بن يحيى، سامي النصري، سامي النصري طويلة والتماسي صالح المنتخب الوطني التونسي في مناطق الدفاع المغربي.
45 دقيقة لعب حسب التوقيت تاعي يعني نهاية المباراة. و المحجوبي تصويبته بعيدة على مرمى العزمي حارس المنتخب الوطني المغربي. وشوف الهيشري يتجاهل الحكم يقولوا باش يحتسب بالوقت الضائع لان الحارس العزمي يجيب الكرة بتاعه بورود الدم. بنك الحسيتين المغاربة هتوف التوقيت كله منتهى. اللاعبين المغاربة بالضبط التفكير بان نتيجة التعادل تخدم المنتخب المغربي اللي ترشح للدور الثاني. سامي السليمي ثم طويلة من طاهر سامي الناصري هيشري خبنا سامي الناصري سامي الناصري زيادة المثالي زيادة المثالي المحجوبي بعيدة تصويبة المحجوبي التحضير كان ممتاز من زيادة المثالي بالذر ومد الكرة في منطقة محافظة بالنسبة وننتظر طبعا في صفارة الحكم السيد لاس ليبوتا اسكتلندي عماد الميزوري وطويلة من طاهر ثم تسلل شكري الواعر علي بن ناجي وتمشي سمير سليمي سمير سليمي طويلة والدفاع المغربي ثم الهيشري يتبع في الصمادي الصمادي يخرج من الكرة متاعه ومخالفة ظفرها الحكم دفعية الصمادي. وفي هذه الآونة يعلن الحكم الاسكتلندي السيد لاسلي موتران